والله حكايتي بدت في 2014 وقت جيت مسافر تفاجأت اللي أنا عندي الإسدسات والإسدسات هذه ما نعرفهاش وما نأذيش أنا من نوع إنسان مسالم وغادي مسالم فهمتني كيف فجأة معناتها بديت كل مرة يوقفوني في بلاصة يسألوني وين سافرت وين مشيت هزوني للست أيام بعت ليك قالوا يحققوا معايا وكيفاش كنت تصلي وين تصلي وكذا عمري ما صارت لي معناتها لاني عندي قضية لعن حاجة لكذا فهمتني في الآخر قالوا لي أنت عندك إس دو جناف قلت مش معناتها إس دو جناف قالوا لي تطرف دين هما بيدهم اللي موقفيني مش عارفين شنين عندي شوف أنت حياتك كيفاش كانت فجأة كيفاه؟ عليه؟ الله أعلم طيب إن اليوم إلى هذا مش نعرف عليه صار في هذه الكل والله حتى كان جيو تهموني بظلم معناتها فهمت من السيرش قالوا لي راجو زوز أمنيين هني وقالوا لنا هذا السيد هذا ما عادش تقبلوه ما فهمتش علاش معي وني ظلي نخدم فيها الشركة وولد المنطقة والناس كلها تعرفني وكذا منني خلنا بعد ذلك وضرب وكذا وسبان منها 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 أنا اليوم متصور يجوني بالأربع كراب وخمسة كراب ما ثلاثة متاع الليل يدقوا علي الباب شي يقول لي ما تصور انتو أربع كراب وخمسة كراب وكذا ضاوية بدل أحمر من فوق فهمتني يقول لي نقول له بيتفضل انت جيتني شحاشتكم تمشيش معاك نقول له ليه انت عرست نقول له ربي هنيك ويزو روح نمشي ومعنت خذية ذريعة الاسدسات مش عمل شي حبه اقتحام اني راجل يقعد مع مرته يدخل عليه بيت النوم يزور الذهب من داره كان عنده ذهب بذا يزور الفلوس وبرا اشكي لا اقل حقي حرية التنقل فهمني اللي اي حيوان عرفت مش انسان قد توصل كذا غادي يدور عادي يحب يمشي غادي يدور غادي يمشي غادي يحوص يطلع يهبط نحن ما عندناش الحق في ذي ابسط حقي حريه التنقل تاعي ما عندكش فيها ما عندناش حق فيها يمشي العرس كيقولوا خرجوا راهو ارهابي انا خطبت قبل ومشاو لخطيبتي وحرسلوها وحرسلو دارهم اصحابي اللي نعرفهم يمشيوا لهم ولا كنت واقفوا مع بعضنا هنا احنا في الكياس يهبطوهم يعملوا له ورقه يقولوا له انا فيشناك بالتالي العباد تولي تخاف تقول لك انا علاش باش نمشي مع عبد كيف هكا هو محل ملاحقه امنيه وانا مبالش راسيلي انا على عامله يدي لراسي لحد شيء العباد حتى يكونوا قريب منك قريب منك باش يصبروا 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 وينفروا المراه تعبت نفسانيا ولوا كل يوم يجوني للدار ولا تهديد أمي اللي توفيت لي 2015 من الفجاية هذوما امرأة عندها القلب معناتها كي تراكميت هذوما كذوما هكا اليوم ما حملتش معناتها فهمتي براسها نصيب على الاخر ينتظروا عام مثلا ولدي كبر باش يعاون فهمتي انت تحس روحك عندك حتى ولو يعني ما عندك حتى دخل في الموضوع تحس روحك اني ضريتهم اكثر من نفعت فهمتها ولدي اول ما شاف عوان هابطين بسلاح مش عامل ولدي ما فهم شيء ولدي من اللحظة هذيك ولا مصدوم كي انت تضغط عليه في الخدمة تضغط عليه في الشارع تضغط عليه مع داري تضغط عليه مع ولادي تضغط عليه في معيشتي راه ولدي ما عندوش كوش راه مرتي ما عندهاش ما تشري ما نلبس انا ما نجيبش نوفر قوت عيش انت شنو باش تصنع مني بعد الضغط هذا الكل قاعد قريناها الناس الكل نحن قريناها يعني في الباك كذا ضغط يولد الانفجار ما يعمل حتى شيء اخر بعض الناس مش نقول الكل باش ما نبالغش نفرتني ولوا خايفين هما بون صحيح يحبوني معناها وما عندهم حتى مشكلة معايا لكن خايفين على ارواحهم يعني انت تمارس علي الضغوطات هذه كل تصنع في ارهابي مني انت انا اليوم وليت نحس روحي قبة متاع خيط مخلبزة معبية بالهلواس معبية بالعقد النفسية معبية بالاكتئاب مطيشة في تركينا في اي لحظة تنجم تعمل انفجار بالحق بيتكسر عمره ما يتصلح ما نصورش روحي نهار اخر انا مش نضحك ضحكتي القديمة ما نصورش روحي انا مش نهار اخر مش نتعدى قدام بوليس وما نخلصش نخزر له هكا مثلا معناها تصوري انا ولدي عندي عام ولا عامين ما خدت ليش سبادر يا تاخذ لي جبت امه ولا تاخذ لي اميني يعني خرجوكم من الوقوف من الحبس يعيشوا فيك في حبس اخر فهمتها جنس اكبر بشوي عبيد مرضت بعصابة واحد منهم أنا عبيد مرضت بعصابي نكفد بعصابة
مشتبه به ولا اللي هو، فهمتني؟ خويا ما تخرجيش، حطي في الحبس، علاش تعمل البر؟ علاش تخليني نعيش قطرة قطرة؟ ومهدد مهدد وتطريد من الدار، ما خلصتش الكراية. الموت بطيء هذا يا ياسر. نحب نعيش إنسان ينجم يمشي ياكل اللي يحب، يسكن وين يحب، يتناقل وين يحب. الحكومة معناها مش عارف، معناها ما فهمتش علاش ساكتة على الوضع هذايا. معناها أنا جحيم ولا تحيتي، أنا كلمة دمار شوية فيا، معناتها كلمة دمار شوية، معناتها فهمتني؟ على خاطر اللي ريتو ما هو مش تاع بشر، معناتها مني في بيت وهمي ولا مش وهمي ولا بيت باهي، مش مشكل، معاش مشكلتي باهي، فهمت؟ أعطيني أنا حاجة باش نكمل نعيش بها هكا. أنا ما فهمتش يعني كي أنت تعملي برشا فيشات وتعملي الحكاية، يعني أنت توقيت من الإرهاب يعني. باش نفرح مين شو هي في القبر، معناتها خاطر تعبت وتعبنا الكل، ما عرفتش الباب اللي باش ندقوا، معناتها يعني سيبونا نعيشوا، تحبوا نعيشوا.